احنا بدينا بها بالمحاضرة السابقة، واليوم التكملة ونكمل وياها العملي ان شاء الله. ذكرنا طبعا هي احنا عندنا الديفايس راح ناخذها، هي الباسيف هاب والريبيتر والبريدج والراوتر والجيت واي، طبعا اكيد السويتش من ضمنها. السويتش احنا كنا نعرف شغله بس يمكن ما مشروح واحده بسلايد، اعتقد انا راح اضيفها لان هنا هو ضمني الشرح مالته واحنا ماخذيه، بس هم يمكن اضيفه بسلايد. على العموم المحاضره طبعا كونكشن ديفايس، ممكن انه ايش وقت نستخدمها الديفايس اصلا. الديفايس نستخدمها في حاله انه كان الرابط طبعا ملتي، من تزيد اعداد الاجهزه الطرفيه اللي انا دا اربطها، بعد ما تفيد الكيبلات، او احنا اصلا الكيبل مدى يخليني اربط فقط اثنين، يعني بس منفذيا، يعني لا العفو بس جهازيا، فمن اريد اني اربط اكثر من جهاز فراح استخدم لازم اجهزه. الاجهزه طبعا بها اكو اجهزه بها منفذين، اكو عده منافذ حسب، وكل جهاز الى طريقه استخدامه الى طبعا الخصائص مالته. اللان احنا قلنا وحدها ممكن تشتغل، بس يمكن نادرا ما اكو لان تشتغل وحدها، الى ان ترتبط بلان اخرى، والربط طبعا راح يكون عن طريق اجهزه. ممكن انه تكون لان وحده مجزئه او مقسمه، ممكن يكون جهاز جاء لقلان بهز سيجمنتين، يعني نفس الشيء تقريبا ودا يربطها. فهنا راح نشوف، وبدينا احنا ان شاء الله بدينا المحاضره الفاتت. شوفوا هنا طبعا شغلها على الليارات، قلنا الباسيف اللي هو الهاب اللي هو غير فعال ده يشتغل تحت الفيزيكال لاير، وبعدين الريبيتر والهاب بالفيزيكال. طبعا الهاب هنا نوع اكتيف اللي ده يشتغل بالفيزيكال فعال. بالداتا لينك لاير اللي هو البريدج، او يسموه اكو نوع اخر تو لايرز، تو لاير سويتش. طبعا احنا نقول هو يبدي شغله، العفو شغله يشمل لايرين اللي هو فيزيكال والداتا لينك. اما الراوتر طبعا هو شغله بالنيتورك لاير، او يسموه نوع اكو ثري لاير سويتش. طبعا هذا شغله مو فقط النيتورك، لا هو دا ياخذ ترى شغله ثلاث لايرات اللي هو الفيزيكال والداتا لينك والنيتورك. اما الجيت واي فيشتغل بكل الليارات. زين الباسيف هاب قلنا ما عنده شغل، يعني فد هو غير فعال. ليش؟ لانه ما عنده فد وظيفه يعني كلش فعاله حقيقيه، وانما هو دا يكون ككونكتر، هو دا يربط. زين وهنا متحدد بالستار توبولوجي، ومجرد انه هو السيجنال دا ياخذها دا تيجي من مجموعه من الاجهزه طبعا، او الستيشنات المحطات، وهو راح يكون في السنتر يعني لتجمع، مركز لتجمع البيانات. راح يصير اكيد طبعا راح يصير تصادم. هو يعتبر كانما جزء من الميديا، مجرد هو رابط حاله حال الكيبلات. بس هنا طبعا الكيبل قلنا يربط اثنين، هنا لا، هذا راح يفيدنا انه ممكن يربط مجموعه، بس هو ستار بس، يعني ما بيها مجال انه ياخذ مثلا لانات، لا هو اجهزه فقط، يعني تكون على شكل ستار. الموقع ما ابتدى يكون اسفل الفيزيكال لاير. ليش؟ لان قلنا هو ما عنده فد وظيفه معينه، هو مدى يقوم لا خصائص الفيزيكال لاير، هو رابط بس مدى مو كل خصائص الفيزيكال لاير اللي هي ممكن انكودينج والى اخره. زين الريبيتر هو ريجنريتر، اعاده تقويه الاشاره قبل ان تتلاشى طبعا، ويكون اعادتها كوبي يعني كانما جديده، مو فقط يقويها، لا كأنما هي من جدة يعيدها، يعني من العفو. فراح يكون هناك يعطي مجال للان انه تتوسع اكثر، لان الاشارة قوت، فممكن انه تبتعد المسافة اكثر. طبعا هنا مو بس اجهزة من اللي نحكي عليها بالوايرد، اي هو ليش؟ لان فيزيكال لاير احنا نشتغل سواء وايرد او وايرلس، بس هنا حتى لو كانت وايرد احنا قلنا بالوايرلس تتلاشى اسرع لان هي تنتشر بالهواء. هنا طبعا نقطه مهمه قلنا بالريبيتر لازم يخلوه فد مكان طبعا يكون حيوي، حتى يعني قريب ما تتلاشى نهائيا الاشاره، هو يستخدم يربط. نقطه اخرى مهمه انه يربط جزئين سيجمنتين من نفس اللان، وراح تبقى هي لان وحده بالنهايه.
وأيضا ما ممكن أنه يستخدم إبلانات مختلفة. طبعا اليوم راح نذكر ليش هاي الأجهزة متعددة. طبعا هذا ضفت، كان أكو سلايد ما أعرف محذوف، فمن رجعته صار الخزن فوق اللي شرح مع الصباحي، فأكو تأشيرات باقية. الريبيتر أيضا هو ريجنريتر، يعني يختلف عن الأمبليفاير. الأمبليفاير مدى يميز بين السيجنال والنويز، مجرد أنه دا يعيد الإشارة كلها حتى بغض النظر عن النويز اللي وياها. أما بالنسبة للريبيتر لا، هو دا ياخذ الإشارة قبل ما تتلاشى ويسوي لها كوبي نسخة بيت باي بيت، وطبعا يعيدها يعني تكون قوية. هذا قلنا المكان ما تشوفوا الإشارة سواء كانت منا أو منا، طبعا قبل أن تتلاشى ياخذها ويعيد توليدها. هاي النقاط هسه نفس ذكرتها مال ريبيتر. احنا هاي المحاضرة السابقة احنا بدينا بيه. طبعا هذا ايضا بالفيزيكال لاير ممكن نستخدم الاكتيف هاب. الهاب احنا قلنا هو يستخدم ربط مجموعة أجهزة، بس هذا أكتف، ذاك كان باسيف غير فعال ومتحدث فقط بالستار، بينما هنا هو مولتي بورت ريبيتر، كأنما هو شغله أيضا يقوي الإشارة، يعني وظيفة أخرى. راح يربط مجموعة ممكن أنه يكون على شكل تري، يعني أيضا راح يكون يشيل التحديدات مال الستار توبولوجي، مو فقط ستار، لا يمكن ناخذ مجموعه اجهزه، هنا لانه صغيره ويا لانه صغيره، ممكن انه يربطها، هذا يكون فعال. وايضا وظيفه اخرى هي اعاده توليد الاشاره. الملاحظات اللي دا اقولها انتبهوا لها، لان انا مرات يعني من نجيب كلها تعرفون الالكتروني تقريبا اغلبها صح وخطا او اختيارات او فراغات، فانتبهوا يا ريت الإجابة تكون من عندكم. يعني اللي هو الطالب ده يحفظ وظيفة الجهاز خاصة بالعملي، يعني يمكن احنا مرات جهاز ده نحفظه حفظ، بس من اجي اذا اني حافظه حفظ من اجي بالعملي اكو شغلات اني ما خلينا نقول ضابطة، فممكن انه تصير خربطة وتصير ايرور بالارسال وما اعرف وين صار هذا الايرور. اما بالنسبة للبريدج، طبعا هذا حكي على الهاب. هسه جينا على اللاير الثاني. باللاير الثاني نحن نستخدم الجسور اللي هو البريدج. البريدج طبعا احنا قلنا سابقا، اما نكون هو ده يربط لانات او اجزاء من لان وحده او يقسمها هي نفسها، بس هو المشكله البريدج متحدد ايضا بس جهتين، بس بورتين. من اكمل ان شاء الله راح ندخل على البرنامج وراح نشوفه واذكركم بهاي النقطه. ممكن انه ازيد البريدج، يفيدنا انه يقسم، ازيد عدد الاجهزه بدل ما يربط خلينا نقول 10 اجهزه كلها سوا، لا ممكن انه يقسم كل خمسه على جهه. ممكن انه استخدم اجهزه اخرى حتى ازيد البورتات. اني يمكن هسه من ضمن الحكي مالتي راح احلل الاسئله مال الامتحان. اكو بالامتحان اني طبعا بديت اصحح بيه، بس اكو كان فد يمكن فرعين او ما اعرف فرع لو فرعين بهن اكثر من اختيار، اكو مثلا فرع يقبل اكثر من حل، فاني هذا دا انطي مجال طبعا للطالب، ممكن هذا صح وممكن هذا صح. واكو واحد مثلا اني الفرع الاخير اللي قايله لكم افضل طريقه لربط الحلقه بالبريدج. الاغلبيه هوايه منكم كاتبين كيبلين، ليش كيبلين؟ يعني اني من دا اقول، اني دا احدد لكم، دا اقول افضل، انا ما دا اقول كل الطرق، اذا اقول كل الطرق ترى كلهن صح، بس انا ايش اقول؟ اقول افضل واحد شنو؟ اذا كيبلين فقط بدون جهاز، هذا الكيبل راح يصير حمل عليه. اني هسه طبعا من وطيتكم، اذا هسه نرجع للصوره مال الامتحان، حلقيات وتقريبا كل واحد ماخذ حاسب ولا حاسبتين، نقول 8 تقريبا. اذا 8 على كيبلات مو يصير حمل هوايه، خاصه اذا الارسال الداتا ريت عاليه، يعني هوايه خاصه ممكن ازيد انا الحاسبات. بينما أنا من جبت الاختيار الثاني اللي هو أفضل طبعاً من الأول، إنه أنا جبت جهاز اللي هو السويتش. طبعاً السويتش كنا نعرف، يمكن هنا ماكو سلايد خاصة عليه، بس السويتش هو عبارة عن جهاز أيضاً للربط اللي يشتغل باللاير الثاني. بس يمكن هنا ماكو، أنا راح أضيف سلايد طبعاً عليه، مع الأسف ماكو سلايد خاص بي. هي هاي من ضمن المحاضرات الموجودة يعني مالتكم بالكتاب أيضا، فمشروح ضمني. السويتش قلنا نعرف أنه شغلة
الحلو بي انه دا يحدد لنا المكان اللي هسه اذا اجي اعتبر هذا برج، خلي اخذ الصوره اشرح عليها يمكن افضل. اذا هذا السويتش، هذا السويتش هنا هو طبعا يشتغل باللاير الثاني، نعرف السويتش. السويتش انه بدل ما هسه مثلا هاي الحاسبه ترسل الى هاي، محدد فقط بهذا الطريق. وطبعا احنا جربنا بالباكت ريسر من وسعنا شغلنا اكثر، واخذنا لانات او سيجمنت من اللان وربطناها سوا، او لانات مش شابهه طبعا بالاي بيات، يعني نفس المعنى ترى. السويتش اخذناه بقينا عليه واستبعدنا الهاب، لان الهاب يوزع للكل، وحتى يمكن هو مجرد فتشي رابط، يعني يمكن اللي دا يفيدنا بالهاب اللي خاصه اللي بورتات مالته، انه بدل ما استخدم الكيبل اللي يحددني فقط باثنين استخدم الهاب، بس مشكلته انه يوزع لكل، ذلك استبدلناه بالسويتش. والسويتش كنا شرحناه وعرفناه انه يشتغل باللاير الثاني، معناها ياخذ ترى الاول والثاني. من اقول لايرين معناها هذا يشتغل خصائص اللاير الاول وخصائص اللاير الثاني، زين هيك قصدنا. وحتى الراوتر هسه ما راح ندخل اليوم عليه، زين. هنا من راح نرجع على البريدج، قلنا الاختيار الثالث افضل للكل، ليش؟ لان انا قلت لكم الاختيار الثالث اذا تجون ترسموه كرسم تاخذ ترى سويتشين بالاطراف، شلون هنا ومنها بالطرف. احنا مثلا عندنا كان حلقي بحلقي راح يربط كل الاجهزه، يعني هذا السويتش اللي ما اخذته منه يربط بالكل. فهنا افضل حل ليش؟ من اجي اني ارسل من حاسبه لحاسبه راح يلقي طرق مختصره، بدل ما بالطريقه الثانيه مثلا طريق واحد يصير بي يمشي بيه، مثلا جت الرساله وصلت هنا يروح على هذه يفتر هاي كلها، فالطريق اطول، هذا يسموه راوتينج. بينما بالطريقه الاخيره الان منطيتها رابط بعد منها ومنها بذني اللي هنا، لان هي كانت حلقه اربعه اذا تتذكرون. فهنا بدل ما يروح على هذا لا مباشر منها راح يصير الارسال. فاذا الحل الاخير افضل. زين البريدج قلنا هاي هذه مالته، البريدج الخصائص مالته يشتغل باللايرين طبعا. بالفيزيكال لاير شي يسوي اعاده توليد الاشاره كانما هو ريبيتر، بالداتا لينك لاير راح ياخذ طبعا الماك ادريس. ليش ماك؟ لان احنا وين؟ احنا باللاير الثاني بعدنا ما داخل للشبكه. فايضا هنا طبعا راح يحدد الماك، و بالضمن الفريم تذكرون بالانكابسوليشن احنا قلنا البيانات من راح تجي تتقسم يتخلى وياها العنوان. فباللاير الثاني راح يكون تسمى فريم، هاي اكثر مره انا اعيدها انتبهوا لها. وايضا يكون بالهيدر مالتها راح يكون الماك هنا، لان العنوان لازم موجود هنا. راح يسوي عنده قابليه الفلترنج، بينما يمكن بالهاي يمكن ما ذكرت انه الريبيتر ما عنده. اريد واجب اسالكم بالمحاضره الجايه، انا هنا ما راح اشرحها، الفلترنج شنو معناها؟ زين الريبيتر ما عنده، هاي النقاط المهمه بالبريدج. وايضا عنده خاصيه انه ممكن يحدد اذا جت الرساله، يمكن بالسلايد اللي ورا اوضح. هنا طبعا راح يحدد المرسل عن طريق الماك، وطبعا راح يسوي جدول. والى هنا عنده فلتر ديسيشن، يعني شنو؟ يعني يجي يختار ممكن انه هاي الرساله يفرودها يكملها للمصدر، العفو اي مصدر اريد اوصل له، او ممكن انه لا ممكن يهملها يسوي لها دروب طبعا. ويسوي جدول، الجدول شكو بي بما انه احنا باللاير الثاني لازم اكو ماك ادريس. الماك للبورت، شنو بورت؟ كلمه بورت هنا مو معناها كل حاسبه هي بورت، لا، البورت معناها الجزء من الشبكه، يعني هاي اللان الاولى وهاي اللان الثانيه. بالمناسبه حتى لو مكتوب 1 2 بس هي ترى لان وحده، لان نعرف البريدج ترى يربط اما سيجمنت من لان مش شابهه او يربط او يجزئ لان وحده، بس هو محدود لان هو بس ببورتين. هسه من نروح على بالفيزيكال لاير ونفتح الشكل مالته او حتى الهاي مالته، هسه ادخل واشوفكم اياها من تعرفون انه ايش قد بي بورتات او ايش قد ممكن انه اخذ يعني اربط بيه. فالبرج نعرف انه محدد فقط باثنين، زين. هل البرج ممكن انه يربط ديفرنت لانز؟ بما انه هو ده يربط راح نشوف شنو هي النقاط اللي هي من نقول ديفرنت لانز معناها بروتوكولات مختلفه، طرق ربط مختلفه. هسه شوفون هواي نقاط
لازم تختلف، او هي في حاله انه اللانات كانت مختلفه هواي نقاط راح تكون مختلفه. شنو اللي يمنع البريدج انه يربط لانات مختلفه، يعني شبكه محليه تختلف عن الاخرى؟ شنو هي المشاكل اللي ممكن تظهر؟ حتى لذلك احنا بقينا البريدج محدد فقط بالمشابهه او دي جزء وحده. مجموعه نقاط طبعا هنا سته. اول وحده هي الفريم فورمات. احنا بما انها باللاير الثاني فجزء البيانات هنا مالتنا، احنا تذكرون الانكابسوليشن قلنا البيانات من تجي تتجزء ودا تسمى، الجزء اللي وصلت للبيانات او الاسم اللي بالداتا لينكلاير هو فريم. شكل الفورمات يختلف من لان الى اخرى. زين، مثلا اللان الايثر، اذا ايثرنت طريقه اللان مالتنا كانت ايثرنت، الفريم مالتها يختلف عن اللان مالتنا الشبكه المحليه اذا كانت وايرلس. فلذلك هاي راح تصير مشكله، انا من اجي ارسل اكو اختلاف يعني، فهذه هاي مشكله، هاي المشكله الاولى. الثانيه الطول او حجم البيانات. من تصير اكو اختلاف بحجم البيانات، مثلا هذه تتقبل انه هذه حجمها يكون اطول من هذه، مثلا هاي اللان وهاي اللان، فاحنا بنعرف انه البيانات من تدخل، هسه انا قلتها راح تتجزء بالسيندر يجزء. زين، البيانات من تجي ترسل ما ترسل كامله، لان نعرف اذا رسلت كامله راح يصير بها مشكله كلها تتلف. فانا شو اسوي؟ طبعا مو احنا، هي البروتوكولات والهذا راح يصير انه راح تتجزء البيانات وتسمى كل مرحله بتسمى اسم، وطبعا راح من ترسل على مراحل جزء جزء الى ان تكمل. ونعرف انه ماخذين سابقا انه بين فتره وفتره راح يجي يفحص، وكو حتى اذا تتذكرون قلنا نقاط يسموها تشيك بوينت، يعني شلون بين جزء وجزء لازم يجي يفحص اذا كان وصل. اذا ليش يسووا اجزاء بدل ما اني الصوره حجمها كبير او فيديو؟ احنا وصلنا مراحل هسه بالبيانات مو مثل قبل، كل ما دا يتطور الهاردوير والسوفتوير حجم البيانات ممكن يعطيني ايضا يعني امكانيات اخرى وخصائص اخرى. انه وصلنا الى مرحله الفيديوهات والافلام والكتب الضخمه والى اخره، فالبيانات من تجي مستحيل ترسل بالشبكات، ما ترسل كامله تتجزا. هاي الخاصيه مع الاسف ما موجوده بالداتا لينك لاير، ماكو بروتوكول يسمح بهذا الشيء اللي يسموها فريجمنتيشن، تجزئه. هاي وين؟ بالسيندر. السيندر اللي هو راح يسوي تجزئه للبيانات، الريسيفر اللي هو المستلم من يستلمها راح يسوي لها اعاده تجميع. ليش؟ هو استلم كل الاجزاء، من يستلمها شلون يقراها؟ لازم كلها يجمعها. شلون احنا هسه من عندنا مثلا رساله طويله انا ما اقدر اكتبها كلها، بكتبها على شكل اجزاء، او مثلا انا دا حاكي واحد بالفايبر او بالواتساب، انا ما اقدر كل الفكره موضوع حجمه كبير كله احكي دفعه واحده، اكيد لا. اذا انا يمكن مباشره الاونلاين دا احكي وياه ممكن، بس حتى يمكن لازم اخذ مراحل ارتاح بها. او الطريقه الاخرى اذا اكتب رسائل، اما رسائل كتابه نصيه او صوتيه اكيد راح اسويها اجزاء، مو كله احكي، ماكو احد يتحمل فتره طويله يبقى يقرا او يسمع، كلنا نعرف انه يصير عندنا ملل. فذني كانما هي اجزاء من نص. المستلم من دا يستلم البيانات من عندي الا توصله كل الاجزاء او كل الموضوع اللي انا دا يلا يفتهم. يعني شلون هسه انا بعطيكم محاضره احنا مدى نعطيها كامله راسا، لان مدى تفتهموها لازم ننطي سلايد سلايد او ورقه ورقه. يعني فاذا صار قطع وحده ناقصه تقولون وين، يعني وين اكو مبين اكو فت قطع، خاصه مثلا اذا اكو واحد عنده معرفه بهاي المعلومه. اما اذا معلومه جديده لا والله يمكن ما تنتبهون حتى اذا صار خطا من عندنا، او يمكن انا اليوم بالصباحي ما اعرف اكو سلايد كان محذوف، ف يعني اضطريت انه ارجع على غير سلايد اشرحه، لان هو جزء مهم يعني جهاز كامل. على العموم هنا اذا ماكو ما مع الاسف الداتا لينك لاير ما عندها هاي الخاصيه انه، فوين موجوده؟ موجوده بالنتورك. واحنا احنا هنا ترى بعدنا البريدج يشتغل فقط بالاول والثاني، يعني اخر لاير يوصل له ترى هو هسه اذا الجراف، اخر لاير يوصل له هو الثاني مع هياته، هذا البريدج فقط الثاني والاول. ف يعني اذا هاي الخاصيه ما موجوده، موجوده بالثالث. زين، النقطة الأخيرة أيضا أنه ممكن البريدج في هذه الحالة يحمل الرسائل حجمها كله ضخم،
يعني جوز اكيد هي شوفوا التجزئه والارقام اللي جتي من زاد حجم البيانات، من تطورت يعني الحاسبات والشبكات، وصار الادخال مو فقط نصوص، صار الادخال المالتي ميديا كلها، يعني كل انواع الاوديو والفيديو، وخاصه صارت مستوى افلام وعلى مستوى ضخم طبعا البيانات. لذلك اذا هذه مشكله ايضا اخرى، انه اكو اختلاف بالاحجام، فاذا هذه مثلا اللان تتقبل حجم صغير وهاي اللان اكبر او العكس، راح تصير مشكله اذا صارت اللانات مختلفه. زين نجي على خاصه طبعا اذا كان وايرد او وايرلس، اكيد المشكله تكون يعني اوضح او اكبر. زين الداتا رايت، كميه معدل نقل البيانات المسموح بها، مثلا هاي اللان تريد 40 هاي اللان 50 او العكس، طبعا هاي العكس بعد افظع. ليش؟ هذا معدل نقل البيانات 50 وهذا 20، يعني هذا يبدي يرسل وهذا بعده استوى عود يعالج كلش بطيء. هاي طبعا احنا حكيناها سابقا اذا تتذكرون، هاي ايش وقت هاي يسموها فلو كنترول، معدل نقل البيانات اذا اكو اختلاف بين جهازين، او احنا توسعنا هسه مو بس فقط اجهزه، قمنا نسوي لانات. طبعا احنا ليش نقول لانات؟ لان احنا الغرفه غرفه غرفه، مثلا غرفه هاي لان، بيتنا بيوتنا كلها عباره عن لان وحده، الا اذا واحد سوى لان اخرى ممكن يكون اخذ راوتر واخذ شو اسمه اخر، هاي يمكن البيوت اللي بيها طابق ثاني او بيها عاله منفصله بس بنفس البنايه قاعدين، ممكن انه يسوي. على العموم من هذا ارسل، قام يرسل بسرعه وهذا بطيء، فراح تتكدس البيانات، هذا ما يلحق يسوين كلها، راح يصير تلف البيانات، تصادم طبعا، ونحن نعرف تصادم هو ضياع. لذلك ممكن حل، مو ماكو حل، اكو حل، انه البرج نفسه بيفد مكان خزن يسموه البفر، راح يخزن هاي الاجزاء طبعا هذا موجود، وممكن انه بعدين ليش يخزنها؟ هذا سرعته 50 وهذا المسموح له العفو يعني 20، فهذا بطيء وهذا سريع، فراح يخزن قسم من عندهن عود، يقول حتى الحق بيه على البطء مالته اخزنها، بس هو شنو الفائده؟ حتى من راح يخزنهن راح يرسلهن متاخرات، فهم اكو تاخير. اذا المشكله الثالثه هي معدل نقل البيانات، ممكن تكون مو ممكن اكيد، انه بما انه اللانات مختلفه فنقل البيانات اكيد مختلف. زين البيت اوردر، طريقه ترتيب البيانات بالرساله الوحده، ممكن انه تختلف من لان الى اخرى، طريقه الارسال الاستراتيجي، يعني طريقه سند البيانات البتات، ممكن انه يرسل البتات الاهم بالبدايه الاعلى قيمه، يعني الاهم احنا نسميها موست، ماخذيها طبعا وحده من المواد الموست سيجنيفيكانت بت، ممكن يرسل البايت الاول، وممكن يرسل بالعكس البايت الاهم اهم العفو اقل اهميه، اللي سيجنيفيكانت بت شنو معناها؟ شرحتها سابقا، اذا نشرحها بنظام الباينري، اذا عندنا رقم مثلا 115 العفو 175، انا بعدين غيرت الرقم شويه كبرته، هذا احاد عشرات مئات، من هو الاقل اللي ممكن اهم له؟ شلون احنا من نشتري مرات اذا ما عنده خرده ممكن يهم له، او ممكن بالعكس يضيف حتى يوصله الى رقم صحيح، احنا بالعاده نهم له، فهذا الاقل يسموه الاقل اهميه، ممكن انه الارسال يبدي من الاقل اهميه الى الاكبر او الاقل قيمه، او الارسال بالعكس، هذا طبعا مئات هنا هذا 100 او 500، لا طبعا كل ما تزيد القيمه طبعا اكثر، هنا راح يبدي يرسل من الاعلى قيمه، لذلك اكو اختلاف، ممكن واحد يستخدم هاي، طبعا هاي مثال يعني، ممكن يستخدم هاي الطريقه وهاي مشكله اذا اكو اختلاف الطريقه مال الارسال. السكيورتي، طريقه الامنيه، شلون انتم تاخذون التشفير، واعتقد ما اعرف انا سالت وكانت طبعا بالمناسبه الماده هي كانت السكيورتي، طرق السكيورتي وبعدين التشفير، اعتقد هسه اذا تاخذون فقط التشفير، طرق السكيورتي هواي، وحدة من عندها التشفير، اذا فد شبكه محليه مثلا وايرلس تستخدم في الطريقه لحمايه بياناتها بالداتا لينك لاير، وفد لان اخرى مثل الايثرنت تستخدم طريقه اخرى، يعني انا عندي مثلا واحد استخدم طريقه للتشفير السندر، وبالرسيفر غيرها، يعني هو اللي يستلم السندر موجود بلان والرسيفر موجود بلان اخرى مختلفه، يعني شلون؟ فهذا من ارسل هايدا تستخدم طريقه التشفير، انا اجيب لكم التشفير لان انتم عندكم ماده، فترى طرق الحمايه كلش هوايه.
هذا ده يستخدم زين. شلون انتوا اخذتوا بالتشفير انه اذا واحد السندر والرسيفر لازم نفس طريقة التشفير؟ ليش هذا ده ياخذ في الرسالة بغض النوع، طبعا بغض النظر على نوع الرسالة، يستخدم طريقة التشفير. المستلم ترى لازم نفس الطريقة، لان هذا ده يسوي انكريبشن وهذا ده يسوي ديكريبشن، هذا ده يشفر، هذا لازم يعرف طريقة التشفير والمفتاح، اذا هي لازم نفسها. زين اذا مثلا دم يختلفن السكيورتي، طريقه التشفير اختلفت بين لان ولان، اكيد مشكله، هاي ما ترهم اصلا. فاذا البريدج هنا نكمل الاخيره، العفو، المالتي ميديا سبورت، انه فدلان تستخدم، من نقول سبورت يعني تستخدم المالتي ميديا بكل انواعها، بينما الاخرى لا ما تقدر، محدوده. خاصة اكو لانات صغيرة ما تعطي كل الاحتمالات. مالتي ميديا اللي هي مو فقط مسجات عادية، لا اوديو فيديو الى اخره. فاذا هاي تستخدم هيك، يعني شوفوا هي المبدأ انه في حالة اختلاف اللان كل شيء يكون مختلف، بينما اذا مشابهات كل شيء يكون مشابه. يعني اللانات الشبكات المحلية، من اقول لانات يعني قصدي شبكة محلية مشابهة، الفريم الشكل الفورمات مال الفريم او البيانات نفسه، الحجم لازم يكون نفسه، مش شابهه او هي وحده ومتقسمه، فما راح يختلف ترى. يعني الداتا رايت، معدل نقل البيانات نفسه، البيت اوردر نفسه، السكيورتي والمالتي ميديا، بين المختلفات كلها مختلفه. اذا لذلك البريدج ما يستخدم لربط لانات مختلفه ومتحدد فقط بالمشابه. نجي على النوع الاخر اللي هو تو لاير سويتش. هذا هو عبارة عن ترى بريدج، زين، بس شنو بمنافذ متعددة. احنا هسا كنا عرفنا من استخدمنا بالعملي بالبرنامج الباكت ريسر انه البريدج ترى بيه بس منفذين، هسا حتى بالشرح اني ذكرت لكم اياها، بينما هذا هو بريدج بس شنو بمنافذ متعددة، يعني انه ممكن ياخذ بس يسموه تو لاير سويتش، يعني يشبه السويتش. او احنا ترى بالباكت ريسر من درجة نستخدم ماكو شيء اسمه بريدج نوع ثاني، هو نفسه ناخذ سويتش بمنافذ متعدده، لذلك ممكن نقول هو سويتش بس منافذه متعدده، او هو بريدج بمنافذ متعدده. زين هنا طبعا يشتغل نفس المبدا ترى، ممكن انه يشتغل وين بالفيزيكال، مو ممكن، هو شغله العفو بالفيزيكال والداتا لينك. هنا راح يكون هو بريدج بس بعدة بورتات، يعني ممكن هو مو بس اثنين، طبعا يكون أسرع أكيد. ماكو زحام تصادم، ليش؟ لأن هو آني ما دام عنده عدة منافذ، يعني شان هسه هذا ممكن هذا أجي أربط كل جهة، طبعا هذا رابط بس ستار، ممكن أخذ لان هنا ولان هنا ولان هنا. إذا 10 حاسبات قسمتهن على 2 ممكن يكون 5 بـ5، بينما إذا 10 قسمتها على أكثر، أنا عندي هذا يعني مو بس 2، عند مثلا هنا 4 أو 5 قسمتها على 5 أو على 4 راح تكون أقل، فالفرصة للتصادم أو للزحام راح تكون أقل. زين هنا عند الفلترينج مالته يعتمد على الماك أدريس، لأن هو إحنا هو بريدج يستخدم الماك. هنا طبعا عنده قابلية الليرنينج، الليرنينج هنا معناها راح يجي هو ياخذ كل العناوين الموجوده بالشبكه، طبعا الماب بالنسبه للسورس والديستنيشن للباكيتات او البيانات اللي تجي. زين في حاله انه اكو فد عنوان غير معروف للمصدر، انا يعني ما محدده لمن ده ارسل او فد صارت مشكله او ما مذكور، ممكن يسوي عمليه فلودنج يسموها لهذا البورت. اريد من عندكم المحاضرة الجاية أو نعرف شنو الفلودنج، عندنا هسه الفلترنج والفلودنج، ممكن أنه بحثولي عليه وأريد أنا طبعا أشرحه، يعني بعدين هم حاجي أراجع لكم إياه أشرحه، بس أريدكم ذني النقطتين. أو ممكن أنا من أنزل هذه المحاضرة من تنزل أضيف توضيح أو تعريف على طرف، بس هسه أنا اللي أريده من عندكم أنتم نفسكم تشوفوني شنو الفلترينج بالبريدج اللي هو ما موجود بالريبيتر، وشنو الفلودينج هنا عملية الفلودينج وين، مو هاي ترى احتمال تلقون هواي عليها، بس انا ترى احددكم هنا بالتو لاير سويتش او بالبريدج المتعدد البورتات. زين هنا عندنا برودكاست فريم،
في حالة أنه الأرسال للبث، تذكرون البرودكاست إنه بث جماعي، يعني كل الأجهزة الموجودة بهاي اللان راح يصير لها إرسال جماعي للبيانات، أيضا يسوي عملية فلودينج، وأنا قلت لكم هاي أنتم شوفوها، طبعا هي تصير للديستنيشن. زين، هنا يا أكو فد نوع يسموه كات ثرو سويتش، شنو فرقه عن البريدج العادي أو هذا التولا يا سويتش العادي؟ بالعادة البريدج من تجي البيانات، طبعا اللي تجي الفريم راح يجي يشيك البيانات بت بت، زين، وبعدين يشوف الماك مالتها، طبعا العنوان هم راح يشوفه، اكيد لازم يشوف العنوان حتى يعرف انه المن يفرودها يكمل، وبعدين ممكن يحدد شوف شو يسوي لها، يسوي لها فوروردنج، يسوي الفلودنج الى اخره. العمليه هو عنده قابليه القرار، يعني هذا ترى البريدج سواء كان هو بورتيان بريدج عادي او تو لاير سويتش اللي هو هم بريدج متعدد المنافذ، شي يسوي؟ لا، هذا عنده في خاصية سريعة، يجي شيك فقط الماك مالته اللي هو بالهيدر موجود، ويرسل البيانات يسوي لها فورورد. زين، نجي على الراوتر. الراوتر كنا نعرفه موجود ببيوتنا وده نستخدمه، وذاكرته أنا سابقا، الراوتر يستخدم باللاير الثالث اللي هو نتورك، راح يربطنا بالشبكة. الراوتر له عدة يعني وظائف او عده استعمالات، ممكن اربط شبكات محليه لان بلان، ممكن طبعا اللانات مختلفه، يعني مو لانات مشابهه، خوان اذا مش شابهه شكم استخدم الراوتر، اني اروح على البريدج، ممكن انه يستخدم لان بوان، يعني شبكه محليه بشبكه اوسع، ممكن لا وان، شبكات محليه بشبكات محليه، طبعا بس من تتوسع الشبكه ترى ما نبقى على راوتر واحد، لازم تكون عده راوترات يسوون فد مجموعه يسموها مرات مش. الراوتر هذا شكله طبعا، يعني هذا ممكن يختلف، هذا شكله الراوتر. احنا من نذكر انه الراوتر، هسه اذا ارجع للجراف يمكن اني احتاج يعني شويه اوضح، الراوتر اللي نقول ده يشتغل بالنتورك لاير، بس هو ترى مو بس بالنتورك، هو ده ياخذ خصائص ثلاثه، اذا هو عنده عمليه الانكودينج والديكودينج، عن الداتا لينك اللي هي ايضا بالداتا لينك لاير قلنا شيء يصير، هو عمليه الفلو كنترول، السيطره وتشيك البيانات، وايضا اذا كان ايرور، وايضا اضافه الى الوظيفه الاساسيه مالته اللي هو شيء الوظيفه الاساسيه مال الراوتر. الراوتر يربط بين شبكات مختلفه بغض النظر عن نوعها. الراوتر يسوي عمليه توجيه للبيانات من والى، بس طبعا لازم ايش عنده، بما انه احنا دخلنا بالشبكه فلازم عنده عنوان اللي هو الاي بي ادريس. الاي بي ادريس اخذنا محاضره اكثر من محاضره عليه، ويعني كل شيء اخذناه بالتفصيل. الجهاز مالتنا برقم، هذا بي رقم، بس من دخل، طبعا مو قصدي هذا الجهاز، هذا راوتر، هذا الجهاز الحاسبه او الموبايل او غيره وغيره، اي جهاز يدخل بالشبكه او قبل ما يدخل هو عنده رقم من الشركه مطبوع به، يعني كانما اسمه او اسمائنا، بس انا من جد دخلت على شبكه ينطوني عنوان خاص بهاي الشبكه. زين، من اروح لغير شبكه لازم اغير الاي بي، بس الماك ما يتغير، قلنا ليش؟ لان كل شبكه لها عنوانها فلازم يتغير. الراوتر راح ياخذ هاي العناوين ويخزنها، ولازم عنده عنوان المرسل وعنوان المستلم. زين، هنا طبعا الراوتر قلنا هو 3 لاير ديفايس، يعني يستخدم 3 لايرات، عنده لازم اللوجيكال ادريس والاي بي، يربط لان بوان، لا هو مو فقط لان بوان، يربط لانات مختلفه، يربط وان بوان ايضا بالانترنت، عنده جدول يسموه راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل شنو هو؟ الراوتنج هو جدول يخلي بيه العناوين وكل الاي بيات مال الاجهزه، وايضا هي الاجهزه نفسها يخليها، او اضافه الى الاجهزه لازم رقم هاي، طبعا راح اضيف لكم ان شاء الله صوره من ضمن الشرائح، راح اضيف صوره للاف راوتنج تيبل، الاي بيات الاجهزه، يعني كل جهاز بالاي بي مالته، اضافه الى المن تابع هذا الجهاز، اليا لان اليا وان. زين عيني، الراوتنج تيبل هو دايناميك متغير يتحدث دائما، ليش؟ لان هي هو راوتنج المن تابع للعناوين مال البيانات المرسله، فاكيد البيانات راح تتغير كل شويه تتغير، فاذا لازم تتغير ممكن جهاز دخل بهاي الشبكه، نضاف الاي بي مالته، طلعت انا من الشبكه، رحت لشبكتي، رجعت للبيت،
راح الاي بي مالتي، لان انا طلعت من رجعت مرة الاخرى لازم اضيف. اذا الراوتنج تيبل لازم هو دايناميك، طبعا اكو ستاتيك، هاي احنا بدنا نشرح على الجدول، لا دائما ترى يكون دايناميك. هنا طبعا البناء الراوتنج تيبل راح يضيف في حاله انه كانت مو فقط لان بلان، يعني هاي مو لان بلان، لا كانت توسعت اكثر لان بوان او لان بلانات اخرى، يعني راح تكون اذا راح ياخذ النايبرينج اللي هي المجاوره الراوتر الاخرى المجاوره له، وايضا باستخدام الراوتنج بروتوكول. شنو الراوتنج بروتوكول؟ هسه الان اذا الله راد من ندخل على البرنامج راح اشرح لكم اياها بصوره مبسطه، لان هي ترى الراوتنج بروتوكول يعني مو محاضره واحده اصلا، يعني اذا تاخذ الراوتنج بروتوكول تاخذ محاضرات يمكن اثنين ثلاثه طرق هوايه. هي شنو الراوتنج بروتوكول؟ مثلا اني هسه المشكله هنا هذا ما عنده هوايه مجال لان ما اخذ ستارات، بينما يمكن اذا غير طرق ربط اللي احنا سويناها مثلا رينج برينج رينج باس الى اكثر من طريق، هذا يريد يرسل رساله لهذا مثلا، فمن يجي يشوف الطرق الراوتر راح يشوف الاي بي مال هذا، الاي بي مال هذا طبعا يخزنه بالراوتنج تيبل، شنو هي الطرق اللي راح يجي يسوي راوتنج توجيه للبيانات من هذا الى هذا، راح يشوف شنو هي الطرق الموجوده اللي ممكن تسلكها البيانات. هسه هذا الطريق هو يعني هذا المشكله لان ستار، بينما اذا اخذنا الرينج واخذنا غير طرق كل ما تشعب اللان او طريقه ربط الاجهزه تتعقد تكون الطرق اكثر. اذا هسه ان شاء الله ارجع لكم على هاي واوضح لكم عليها يمكن على البرنامج اوضح تصير زين. العفو هذا الراوتر، اذا هذا كل اللي يخص الراوتر. اكو جهاز الاخ يسموه 3 لاير سويتش، بالمناسبه ترى هو راوتر نفسه، الفرق هذا يكون اسرع ومخصص اكثر. طبعا هنا راح يكون ايضا اسرع بالجدول وبالفوروردنج اسرع اللي هو الارسال. ايضا هنا طبعا يكون ممكن نغير الراوتر، راوتر عادي او راوتر هو 3 لاير سويتش، يعني كانما سويتش يستخدم بثلاث ليارات. هذا ما بيفيد شيء، يعني هو هذا كل موجود عليه. اما بالنسبه للجيت واي، الجيت واي هو عباره عن جهاز هذا يشتغل بكل الليارات سواء كانت بالانترنت موديل اللي هو تي سي بي اي بي او بالاو اس اي موديل، يعني حتى من مرسوم للكل. اذا ممكن انه يربط ليارات لانات مختلفه حتى اللي تستخدم بروتوكولات مختلفة. هنا طبعا هو عنده مثلا ياخذ بالابلكيشن، اكثر شيء بالابلكيشن بروتوكول ياخذ عنده فد مفسر، بما انه هو ترى دا يشتغل كل الليارات، يعني حتى بالابلكيشن اللي هو دا يستلم راح يقرا البيانات وراح يجي يترجمها. شنو معناها الانتربريت؟ تذكرون احنا من قلنا البيانات ممكن انه تكون طريقة تمثيلها بأنظمة مختلفة، يعني لذلك لازم إلها ترجمة أو يعني من تتحول لازم أكو اختلاف، يعني مو كلها بتكون متساوية. أيضا هنا طبعا هو يستخدم كجهاز ربط بين بالإنترنت، يعني بشبكات الإنترنت وباستخدام different models، يعني حتى لو الموديلات مختلفة. احنا قلنا نحاول دائما انه السندر والريسيفر مستخدمات نفس الموديل اللي هو لو اثنينهن لازم لو اثنينهن تي سي بي اي بي لو اثنينهن او اس اي. زين العاد يا جهاز اللي ممكن ياخذ انه جهازين يستخدمان موديلات مختلفه الجيت واي. زين هسه طبعا الجيت واي هنا احنا دا نسميه جهاز، بس هو بالحقيقه هسه راح تشوفون اليوم واحنا بدينا بالمحاضره السابقه بالباكت ريسر. زين ايضا ممكن يوفر فد سكيورتي عاليه اللي هي أمنية، هنا يسوي فلترة للبرامج أو التطبيقات الغير يعني الغير مرغوبة، أو خلينا نقول ممكن تأذي الهارد، تأذي العفو هارد، تأذي الحاسبة أو تأذي السوفت وير مالتنا، يعني الجهاز الآن إذا استخدمه هذا الجيت واي. زين نجي على الباك بون نتورك. الباك بون نتورك هو أيضا يعتبر جهاز أو يعتبر هو كأنما عمود فقري راح يربط
مجموعة من اللانات، طبعا اللانات ممكن تكون مختلفة ممكن تكون متشابهة. هنايا ماكو فد جهاز او محطة راح تكون هي تسمى العفو راح يربط مباشرة بهذا الباكبون. الباكبون هو فد شيء فد اساس يسموه عمود فقري زين، بس طبعا احنا نادى نحكيه كشكل اما كتطبيق لا يختلف زين. هو عبارة عن لان نفسه لان يربط مجموعة من اللانات، يعني احنا من اذا تربط اللانات كلها سوا ممكن يكون، اذا اللانات هي مش شابهة طبعا او مختلفة هو اذا يمكن نعتبره لان يعني وحدة بالنهاية، ويستخدم بروتوكول واحد مثل الايثرنت او لا، اذا مختلفة اكيد البروتوكولات تختلف. اذا شنو هو الجهاز الاخر اللي ممكن انه يربط لانات مختلفة؟ هو الباكبون. طبعا الباكبون بنوعين اللي هو الستار الباس العفو الستار. الستار طريقة الربط تكون ستار او يسموها كولابس، يعني شنو على شكل شلال شلونها كأنما مش ساقطة او كلها مربوطة سوا. طبعا ماكو قلنا هنا ماكو فد ما تربط مباشرة بيه، لا راح يستخدم جهاز الربط بيه، يعني كأنما سويتش متعدد المنافذ راح ياخذ لانات مختلفة او مش شابهة. طبعا هذا راح واجب راح تجربوا لي اياه، انه ناخذ لانات مختلفة او مش شابهة وناخذ سويتش ونجرب الربط، راح يكون كله كأنما باكبون. هنا راح يكون وين يستخدم هذا؟ يستخدم في حالة بناية بها اكثر من لان، يعني شبكات محلية لكل طابق، طوابق متعددة كل طابق له فد شبكة خاصة به، بعدين يربطهم بجهاز واحد ومكون اساس واحد. الباكبون يعني شلون كان عمود فقري اساس لهذه الشبكه، بس هو ماكو اتصال مباشر طبعا بهذا الاساس، لا يتصل عن طريق جهاز. هنا بالستار مستخدمين السويتش، بينما بالباس راح يستخدمون البريدج. اذا اكو فرق بيناتهم، عندنا هسه هوم وورك واجب نجيب لانات مش شابهه مره ومره مختلفه ونربطها بسويتش زين، وهنايا نجيب هنا هسه راح اشرح لكم الطريقه مال الربط، اما نستخدم الباس زين. هاي التوبولوجي تستخدم الباس. الباكبون هنا طريقه ممكن انه يستخدم بروتوكول واحد حتى يدعم الباس، مثل بروتوكول هذا 10 بيس اذا تتذكروها، هاي طبعا مال الايثرنت 10 بيس 5 و10 بيس 2، هذا يستخدم وين؟ يستخدم بنايات مختلفه. اذا الستار بنايه واحده بس متعددة الطوابق، هذا بنايات مختلفة different building بس هي بنفس الدائرة. يعني هسه احنا مثلا خلينا نقول كليتنا فيها عدة بنايات، إذا قسم الحاسوب استخدم هذه على مود يربط الطوابق، فرضا إذا احنا عندنا لانات بكل طابق الأول والثاني ربطناها بسويتش، وهذا بعدين ربطت بنايتنا مع بناية أخرى بنفس الدائرة اللي إحنا كنا بكلية الهندسة، ربطت عن طريق الباص، الباص العفو باكبون. إحنا مثال ممكن إنه تربط كأي كجامعة، هسه أنا دا أقولها ممكن جامعة كلية. إحنا إيش راح يسوون؟ إحنا قلنا الباص طبعاً كشكل ما مستحيل يربط هيك كعملي يعني بالبرنامج، راح ناخذ القاعدة اللي هي سويناها مجموعة من السويتشات مربوطة على شكل لاين، وراح تجيبون برجات هنا هيك شكلها، طبعا ممكن الشكل تقلبوه عادي يعني هو نفس الشيء. هنا البرج راح بما انه بمنفذين زين، فراح ياخذ منا لانات، طبعا اللانات ممكن تكون مختلفه. البرج ممكن نغيره، يعني ما مره خلينا نجرب برج ومره نجرب سويتش بمنافذ متعدده زين. يعني شو تفيد هاي الباكبون يسموها؟ هاي تفيد في ربط انه اذا لانات بمناطق بعيده او يعني متباعده المسافه بينها مو نفس البنايه ولا نفس الدائره، اذا ممكن انه تطبيق اخر هو انه ربط لانات متباعده ممكن يكون يفيد شركه، الشركه بها عده يعني اكو شركات عندها افرع، فهذه طبعا راح تستخدم انه عده دوائر، يعني يكون مثلا البنوك اكو بنك الرافدين اكو الرشيد وطبعا عندهم افرع، وممكن انه كل واحد الى لان وبعدين تربط كلها سويه زين، انه يحتاجون يربطوها. الربط بيناتها عن طريق البريدج ايضا، يعني البريدج تشوفوه الى خاصيه، يمكن هسه تقولون خو احنا نشيل البريدج ناخذ السويتش، لا مو اكو
خصائص بالبريدج انه ممكن يربط هنا، راح ياخذون بريدج ويسموه ريموت بريدج، البريدج اللي يعني المسافات بعيده طبعا. هنا الطريقه والربط اكو بروتوكول اسمه بوينت تو بوينت او نيتورك راح يربطها، او يسموها اي دي اس ال. هذا البوينت تو بوينت لينك يعني هذا او الشبكه ماخذيها عن العفو سابقا اعتذر، بس البروتوكول هو اسمه بي 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 مالته، بس هو بوينت تو بوينت احنا ماخذيها يعني نقطه بنقطه، ربط بس واحد بواحد. هنا طبعا شلون باعوا هذا الاساس مالته، ماخذ شبكه لان ورابط. طبعا هنا كشكل هي متقاربه، بس هي بالحقيقه لا، هي افرع كل واحد الى لان خاصه به، ممكن انه يربطها عن طريق الباك بون. اذا هذا استخدامه فائده، والاخرى الباك بون انه بدل ما مو بنايه واحده ولا بنايات بنفس المكان، لا بنايات متباعده ممكن اربطها سوى. البروتوكول المستخدم هو بي 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 اللي هو بوينت تو بوينت بروتوكول. زين، نجي على الفيرتشوال لان. الفيرتشوال لان هي عباره عن كلمه فيرتشوال، هو شيء افتراضي او خيالي يعني مو واقعي، مو موجود، مو ملموس. هذه اللان ايش وقت تستخدم؟ هذا تستخدم انه بدل ما اجيب جهاز واربط اجهزه، هاي الاجهزه متباعده، انا ما اقدر اربطها اشيلها واجيبها من هنا لهنا، لا راح اربطها بدون جهاز عن طريق سوفت وير برامج. هذا راح يكون ربط افتراضي، كانما لان افتراضيه شبكه بس محليه، العفو افتراضيه. الورك جروب مثلا خلينا نقول مجموعه عمل، مجموعه دردشه، مجموعه، لا هسه احنا كنا جروبات طبعا، هو هذا تطبيق الفيرتشوال لان على كل الجروبات اللي احنا نسويها. هنا طبعا راح كانما هو اتصال مو حقيقي، مو فيزيكال، هو عباره عن ربط، العفو ربط فيرتشوال يعني افتراضي بين محطتين او مجموعه من اللايانات، يختلف عن الفيزيكال. طبعا يختلف الفيزيكال بي لازم متقاربات، وحتى اذا متقاربات هسه احنا قلنا اذا متباعدات لازم يستخدمون الباك بون، والباك بون اكيد الى اجهزه اضافيه كوست، يعني كوست اضافي اللي هو التكلفه والى اخره. اذا هذا بيش يفيدنا؟ يفيدنا انه هذا الجهاز اني اريد اربطه بهذا الجهاز، زين، بس اني ما اريد انقله، يعني هو يبقى بمكان. يعني هذا يعني شو اسوي؟ اسوي ربط بينات مو فيزيكال، مو عن طريق جهاز، عن طريق سوفت وير، زين، برنامج راح يربطهن كانما هم لان وحده، بس هو كل واحد باقي بمكانه. بدل ما اربط بسويتش او بريدج او غيره، راح يكون عن طريق سوفت وير. هذا جروبات، زين. طبعا بيه فوائد، انه بدل ما اني اجي اشيل ربط الكوست، طبعا اكيد انه تقليل الكوست والتايم. ليش؟ اني بدل ما اشتري جهاز واجيب واسوي اجهزه، يجوز راح يكون عباره عن برنامج، يعني الفيزيكال ريكونفيجريشن، اعاده. مثلا اني هسه هذا اذا اريد انقله منه، كونفيجريشن اللي هو اعاده تشكيل، اعاده انه كل الاعدادات اغيرها، الجهاز ينشال، هاي طبعا تكلف اكيد، انه هذا راح يربط ينضاف واضيف له فد ممكن جهاز، ممكن هذه اذا راح يصير تكلفه بالكوست بالمبالغ يعني، وايضا بالوقت، الوقت انا دا اصرف. ايضا انه اسرع واي اسهل واسرع بنقل البيانات. ليش؟ يعني بدل ما استخدم اجهزه وعندي وقت والى السوفت وير، مجرد برنامج. النقطه الثانيه هي انه ربط، العفو خلق ورك جروب، مجموعه عمل فيرتشوال وهميه، هي مو حقيقيه، يعني مو حقيقيه بالواقع، مو موجوده، بس هي افتراضيه بالبرمجه بالبرامج، قصدي مو حقيقيه انهم مستخدمين اجهزه بها، احنا ما نقول هيك معناها. السكيورتي هنا، السكيورتي الامنيه مالتها راح تكون عاليه. ليش؟ هنا الاشخاص راح يعودون الى مجموعه واحده، لذلك ارسال البيانات طريقه البرودكاست يعني ارسال جماعي راح تضمن انه من دا ارسل اني بس لهذا الجروب. يعني هسه اني اذا ارجع لهذا الرسم، اني دا ارسل هم مجموعه بهذا الجروب فقط، اني من جروب واحد سوفت وير واحد دا يجمعهم، فبعد انه ما ممكن الاشخاص بالجروب الثاني يشوفوهم. ليش؟ انا مسويتها سكيورتي، احنا كلنا هسه قمنا من امن، فاكيد نسوي له فالسكيورتي او طريقه بان تشفيره ولا اخره، فانه الجروب الثاني ما راح يشوفون المسج والبيانات اللي بياناتهم. مثال على هذا الشيء، كل الجروبات اللي دا نسويها، اني مثلا شخص بعيد هو بشبكه بيته، هو تابع اللان بيته خاص بي،
واني تابعه اللان مال بيتي اللي اني مثلا قاعده بيها. فاذا اريد اسوي بيناتهم جروب اني ويا شخص ثاني او مجموعه من الاشخاص، هسه انتم كل واحد قاعد ببيت وكل واحد عنده اللان الخاص بيه، بدل ما اني ننقل كنا نقعد ونجيب اجهزه ونربط بشبكه محليه وايرد واجهزه والى اخره، شو نسوي؟ نسوي ربط بيناتنا عن طريق جروب. هسه تقولي لي وايرلس، يابا مو الوايرلس ترى نفس الحاله، يعني هم لازم احنا هسه ترى وايرلس احنا ببيوتنا، بس احنا دا نقول يقعد بمكانه ويربط بجهاز ثاني عن طريق برنامج. احنا هسه جروب الواتساب، جروب التليجرام، جروب والى اخره، ترى كلها هي فيرتشوال، كانما هي شبكه بس هي افتراضيه، بس تصير تداول وتبادل معلومات. طبعا هي تداول ضمن هاي اللان فقط، الا اذا واحد من الاجهزه او واحد من الاشخاص الموجودين هو طلع البيانات برا، اذا طبعا كانت خاصه، او ممكن انه طبعا لازم اكو واحد متحكم اللي هو انشا الشبكه او خاص ده يتحكم بالسوفت وير، ممكن انه هو يغلق هاي الخاصيه او مثلا ما يخلي هذا الشيء يطلع خارج الجروب. زين، احنا لحد هسه طبعا خلصنا المحاضره، طبعا المحاضره قلنا هي نظري عملي. زين، اذا اروح على الباكت رايسر، بس اني هذا اشتغلناه طبعا ويا الصباحي، خلي اشوفكم. زين، هسه مثلا اذا نجي على الاجهزه، بس خلينا نشوف انه شلون اشوف المنافذ. هاي طبعا احنا نعرف هاي الاجهزه الربط، هاي الاجهزه الربط. اذا مثلا ناخذ السويتش العادي، اخذ سويتش، نجي هنا قلنا انا يمكن هاي منا باعوا الفيزيكال، هاي المنافذ طبعا هذا ما بي، يعني هذا حتى انترفيس يسموه نفسه ما بي منافذ، يعني هذا اني اذا مثلا ناخذ هذا ابو ال 24 باع الفيزيكال باع الشكل، وايضا من الكونفجريشن هذه ممكن ادخل له طبعا. على العموم هذه الانترفيس هي عدد المنافذ، باعوا اللي وين؟ الى ال 24. زين، ناخذ مثلا البريدج، هذا البريدج بي بس اثنين، باعوا بس اثنين. اذا نجي على الكونفجريشن باعوا الانترفيس مالته، الانترفيس هي نفس المنافذ ترى، هذا بس 01 02، يعني ممكن ناخذ ترى رابط بس منا ومنا، بينما هذا الملتي، العفو الملتي بورت نفسه سويتش، هو نقدر انه جربوا بدلوا لي طبعا اللي رابطين راح تبدلوا لي السويتش بدل البريدج. طبعا انا ان شاء الله اذا الله اراد هذا هو صح هوم ورك لكم، بس اني اذا ما كفى الوقت المحاضره الجايه، لان انا هسه داخله اريد الراوتر شوي نمشي بيه، اسوي لكم فيديوهات اضافيه على طرق الربط، وممكن نغير الاجهزه اشيل هذا واجرب هذا. زين، الراوتر، هذا الراوتر طبعا اهم له منافذ واستخدامات. احنا حاليا بدنا نستخدم هذا، ليش؟ هذا انا حاليا دا ابدي بالراوتر البسيط اللي هو طبعا انتظروه هنا دا يسوي بوتينج، شوفوا هذا مدى يقبل هذه الراوتر هنا باعوا بتش اثنين، انا مستخدمه الراوتر اللي هو 1824 راح تستخدمونه. ليش؟ اريد فاست ايثرنت، بعدنا ربط بسيط واريد ايثرنت يعني وايرد. من تروحون على غيره، لا بس هسه مثلا اجرب غيره، اخذوا غير راوتر ودخلوا عليه، عفوا روح على الكونفجريشن، هذا هم فاست ايثرنت، اي ممكن استخدمه كربط وايرد. ناخذ مثلا هذا الجنريك، روح على الكونفجريشن ما تبعوه، هذا فاست ايثرنت بس بي 4، هذا يفرق. الجنريك الثاني طبعا اني يعني الحق له انطيكم، يعني ممكن الطالب هو نفسه هذا ما بي اصلا. زين، حتى لازم يكمل اني لان طبعا اعطاني فد هذا اللي انا مسويت حساب، هذا يمكن اخذناه ما اعرف. بالمناسبه ترى الراوتر يعني فد في الشغل هوايه بي. هذا حتى يختلف على شكله، هذا جيجا، جيجا ايثرنت، بينما اني شريد اريد راوتر بسيط بي بس منفذين. زين، اذا نرجع على انا ممكن ما خازنتهم كلهن، لان انا بوقتها كان بس خلي الملاحظات اللي قلت لكم عليها، العفو لا مو هذا، اريد ادخل على الرينج،
أو حتى لو هذه فهذه الشبكة معقدة. من أجي أريد أرسل، يعني صارت مشعبة أكثر، من أدخل توبولوجي ويا توبولوجي أخرى. طبعا تقدرون تسوون بعد الأخرى من هاي وتربطوهن سوا. الأفضل الأفضل بدل ما نربط أنه الاتصال بين حتى لو لان، هي حتى لو هي تبقى لان وحدة، الأفضل بدل ما أربط بكيبلات، الكيبل ترى ما يتحمل، وإن كان هو عملي مو، بس إحنا نفضل أنه نستخدم أجهزة. عندكم هسه صار خير من الله أجهزة تربط. أفضل جهاز هو السويتش والبريدج. طبعا الريبيتر قلنا هو تقوية إشارة، والريبيتر أنه البريدج هو اللي يسوي الوظائف مالته، فالريبيتر استخدامه يمكن بالبرنامج قليل. هذا مثلا باع الراوتينج. هسه أنا إذا جيت أرسل، بالمناسبة أني المحاضرات الجاية يمكن راح دائما أرسل أنزل صباح مسائي، مرات ألحق أكو طرق وشغلات دا أشرحها لهم ومرات إلكم، فراح أحاول تشوفون الاثنين. إذا دزينا هاي الرسالة من هذا إلى هذا زين. طبعا أكو إرسال قديم، خلي أعيد، من هذا إلى هذا، وأحاول على السيميليشن لأن يعني الريال نعرف كله ما يبين. راح اسوي له هذه خطوه خطوه. باعه كل سؤال قديم، طبعا راح اعيد. ما اعرف ليش بدي يصفر على العموم، خلي اخذ واحده جديده، خلي اخذ من هذه إلى هاي مثلا، ولو هاي يعني طريق واحد بيها. شوف ايش اخذ يا طريق، وهذا طبعا ما اعرف ليش وزع للكل، بس هو المفروض يوزع الواحد. على العموم مثلا هاي الرسالة هو اذا ارسلها لهذه بابا كم طريق ممكن ياخذ؟ هذا الطريق، هذا الروت الاول اللي هو الطريق الاول، هذا الطريق الثاني. طبعا واذا اسوي هسه، اذا اسوي واحد بالنص بين هذا وهذا، ممكن اضيف شوفوا هسه من ضفت هذا الطريق راح يصير طريق مباشر. يعني اكو باع عشان طريقه، هي اسميها راوتينج. فالراوتينج بروتوكول هي شوفوا وحده تعتمد على تحسب ذني يسموها، يمكن انا ما اريد ادخلكم بها، بس قصدي راوتينج انه الطرق المتاحه لارسال رساله من هذا الى هذا مثلا، خاصه اذا شبكات لانات مختلفه، اذا لان بوان اكيد راح تصير مشعبه اكثر. بعد شنو اللي احنا قلنا يمكن نحكي عليه؟ في حاله انه نبدل، اذا نروح على الرينج، هاي اللي طبعا اللي جبته بالامتحان انا قلت لكم عليه. هو مو غلط انه تختارون الكيبل، بس افضل واحد بيهن اللي ماخذ سويتشات اثنين. انا يمكن هسه على مود الوقت اريد شويه اعطيكم على اكثر شيء راوتر اللي ماخذ سويتشات اثنين زين، ويروح يربط اربعه باربعه. يعني هذا السويتش يربط باربعتين وهذا باربعتين، ليش؟ لان هذا راح ياخذ كل الطرق. إذا جتي رسالة، أنا يمكن هسه شوية أطول على الماكة، مهمة مخزونة عندي مع الأسف هاي الطريقة كاملة. مثلا رسالة من هذا إلى هذا، إذا نجرب جهة واحدة نربط، أنا بس على مود أشوفكم. هاي طبعا انا كان مصطفى ينبهني، انا كنت حاسبه هذه 8 بينما هي 10 صحيح، لان انا ناسي احسب 2 اللي بالوسط. على العموم حتى اللي كان كاتب ذنيشه هو صح. هذا باع البرج، هو بس 2 ترى بي، يعني البرج هنا هذا البرج العادي، بينما اذا اريد ما هنا احنا دا نسميه بالمحاضره تو لاير سويتش، بدل البريدج ممكن اجيب سويتش منافذه متعدده وربطه. يعني هسه اللي خازن انا ان شاء الله اسوي لكم فيديو عليه، ممكن نشيل البريدج نجرب ونشوف اكو فرق بالارسال ولا لا.
هذا راح يكون منافذة بدل اثنين. هسه هنا اذا نكمل، طبعا انا شوي اخذ وقت بس راح اربط بس الجهة. شوفوا هسه اذا جت رسالة من هذا الى هذا، طبعا بعد ما متفعلة كل هذه البورتات، هسه اذا جت من رسالة من هذا الى هذا، في حالة اني ربطت بكيبل، الكيبل ترى الى حد خاصة من الاجهزة، انا هسه اجي زيدت الاجهزة، كل واحد زيدته صارفت 15 اجهزة بيه، خاصة هو ابو منافذة متعددة ممكن ازيد بكيفي. زين اني منزل ازيد الاجهزة يزيد التصادم ويزيد الحمل، فالكيبل ترى ما يفيد. الثاني اللي بيه انه ده يربط فقط، الثاني طبعا انا جبت لكم اياه انه هذا فقط يربط بس الحواف، يعني يربط هذا بهذا، هذا مو غلط، انه طبعا مو غلط، بس افضل واحد من هو اللي هذا يربط منا كلهن منا كلهن. ليش؟ من تجي الرساله منا لهنا جتي اخذت هذا المنفذ، بدل ما تاخذ هذا الطريق الطويل تاخذ اقصر طريق. مثلا جتي منا ومشت منا الرساله، بس انا راح اخذ طبعا اجرب بما انها تفعلا، خلنا ناخذ من هذه الى هذه، شوفوا يا طريق راح تاخذ. هاي اريد انه احنا يمكن الوقت ما اقدر اخذ كل شيء، جربوا انتم بالبيت اللي ببالكم. شوي يمكن صارت بعيده، هي طبعا مشت الرساله شويه. طبعا هاي اكو ارسال قبله فباعوا دا يصل اثنين، هاي اكو باعوا اخذ اقصر طريق. بعد ما اذا شلت دن الكيبلات بعد يضطر يلوف، هسه راح اجي اشيلهم. شوفوا وياي هسه هو جالي ايش، لان اكو رابط مباشر، بينما بالكيبل مو غلط وما يصير، بس ترى احنا ما نحس بيه بالربط الحقيقي الفيزيكال، يصير لود على الكيبل لان هو كيبل مو مثل الجهاز اللي بيه منافذ وبي بفر. الاجهزه ترى خاصه هذه بدها تربط اللي هي السويتش والبريدج والراوتر وغيرها، ترى بيها في المكان خزن، بينما الكيبل هو ايش قد يريد يتحمل يعني. زين راح اجي احذف، خل احذف هاي الكيبلات الاضافيه، راح ارجعه عادي، خلي اصفر زين وخلي اجيب نفس الرساله هالمره بعد الطريق اللي راح ياخذه، انا ماكو طريق مباشر وخاصه هنا اكو متفاعلات، راح يصير هنا طبعا قام يرسل جماعي يصفر. هو ما اعرف ليش طبعا هيجي المشكله دائما، يعني الارسال الاول اضبط من ده يصير اكثر من ارسال. خلي اغير الهذا هاي، انا اريد هاي بلش قطع عنوانها. هاي واحد، هاي مشكلة إذا أغير. لذلك طلع غلط العنوان، ما هذه هذا طبعا هسه رجع رد. قعدوهم من المدارس وخلوهم بالشارع. على العموم تسمعوني يمكن الضوضاء البرا. هاي هنا طبعا رجع، هو بالاول وزع بس هو بالحسه. شوف الطريق اللي اخذه هنا، هو اكو بينما اني لو سويت كيبل منه يصير اسرع، يعني بدل ما يعبر منه لا راح يعبر مباشر منه. هذه قصدي انه افضل ربط، انه كل ما يصير الاتصال بالكل الكونكشن بالكل افضل. زين هسه راح نجي على الراوتر اللي احنا بدينا بيه، طبعا انشرح يمكم بس اليوم فصلته اكثر. لا اني هذا مربوط صح، اريد واحد بس اشوفكم يا حتى انا وياكم نحل. هاي طبعا ما اعتقد عندي، راح اضطر اغير.
هو ممكن طبعا ناخذ ذني، بس خلي اقلل من عندها لان ذني هوايه. عدد الاجهزه اللي اقللها ابقي عالي عادي، يصير سويتش ولا يصير راوتر. هسه العفو سويتش قصدي، وغلطت يعني قصدي سويتش و هاب. بس احنا شوية بدنا نبتعد عن الهاب لان نعرفه. يعني يعني للاسف اضطريت احذف، لان هو الافضل انه كله تسووه وتخزنه. ما عندي مخزون هذه، اخر فترة قام ما يخزن، اضطريت هسه لان سويت حساب زين. واحنا بدنا نشتغل سوا حتى تشوفوا هاي طريقة، هاي كلها ماخذين انتم تعرفون. وان كان بديت، بس خلي اليوم راح شويه نفصل اكثر. انا اللي احذف ليش؟ لان اريد ابقي اصغر شبكه. احنا دا نريد دائما من اشرح لكم شيء جديد نبدا بالصغير، من ينضبط اشوفكم زينين عود نكمل زين. بالنسبه للراوتر، بعد الراوتر ترى انواع، الراوترات انواع. اني اريد الراوتر اللي بي اني هسه شبكه لان، العفو مو لان، لا هي راح تكون لانين مختلفات، راح اربطها بالراوتر. بس اريد انه هو وايرد فاس ايثرنت يستخدم. هسه هذني فاس ايثرنت اكيد، فراح اروح على هذا 1800، انا عارفه 1821. الراوتر من اجي اربطه باع وياي، احنا ايش قلنا؟ قلنا الاجهزه اللي مش شابهه كروس اوفر، واللي مختلفه ستريت هذا العادي. بس هنا راح تكون شبكات مختلفه، ما راح امشي على مبدا انه اجهزه مش شابهه، لا، لان هذا راوتر، هذا واحد راوتر يربط شبكات مختلفه. بما انها شبكات مختلفه انتبهوا، هذا يصير الكيبل اللي يربط اللي هو ستريت. لا تغلطون انه اخذ هذا، لا، هذا دا يربط اجهزه، هذا هنا عندنا شبكه بشبكه وشبكات مختلفه. هسه راح ارجع للعناوين، باعوا وياي. قبل ما اروح العناوين اريد افعل هذا هذا طبعا هو البورت يسموه او الانترفيس، افعله حتى يشتغل. هنا طبعا مو مثل الراوتر يختلف عن بقيه الاجهزه، يعني مو راسا انا من سويته ورا شويه صار كان برتقالي وصار اخضر اتفعل، لا، انا افعله ادخل على الراوتر العفو. هذا طبعا باعوا الانترفيس اللي هي باعوا وياي 00، هذه 00 وهذه 01 هاي الجهه. راح اروح على الاولى اللي هي هاي الجهه، طلعوا وياي احمر معناها ما بتفعل ما مشتغل. راح اروح وين؟ على البورت ستيتس هذه اسوي لها اون، بعرف اصلا صار اخضر، هذا هسه راح يتفعل. وبعد بيتكمله الراوتر ترى بي شغل، مو مثل السويتش والهاب والبريدج مباشره اجيبه، بي شغل. ليش؟ لان هو ترى ما دا يربط بنفس المكان، لا دا يربط مختلفه. وراح نتوسع بالراوتر يعني ان شاء الله اذا الله راد، حتى العملي هو اسبوع الاخ انا تقريبا احاول اخر محاضره تصير، اذا الحل هسه ما نعرف الوضع، اذا انطوا مجال ممكن اكمل، خاصه انا بصراحه العملي اريد له بعد. النظري يمكن حتى لو بس المحاضره الجايه تكون الاخيره عادي، تبقى عندي محاضره ممكن انه هو ما اخذها، نكفي تكفي الماده ممكن كافي، لان صار هم هواي وهم المحاضرات الاخيره مجرد امثله. بس العملي لا والله احتاج، يعني اذا انطونا وقت ممكن احتاج. زين نجي على هذا، شلون نفعله؟ هذا هو ترى هذا الجهه 01 زين، هاي الجهه 01 هي تنفسها بعض، تروحون عليها على هذه الفوق بورت ستيتس تسوي له اون. بعد من اطفي يعني صار احمر، هي انا افعله، لازم افعله حتى يشتغل هاي الجهه. من ما اريده يجوز انا ما اريد هاي الجهه، طفوها سووها منها، من تشيلوها تطفى. يعني شنو تطفى؟ يعني هاي الجهه مو فعاله ما تشتغل زين. هسه احنا بس فعلنا، ترى بعدها ما مشتغلين زين. اكو شغله، هذا الراوتر بما انه دا يربط شبكات مختلفه لازم انطيه عنوان هاي الشبكه، النيتورك ادريس مال هاي الشبكه والنيتورك ادريس اللي مختلفات، هو يسمى الاي بي مالته. ترى باعوا وياي من ندخل عليه الراوتر يسميه اي بي مالته. الاي بي مالته هو عباره عن شنو؟ عن بدايه هاي الشبكه وبدايه هاي الشبكه زين. انتبهوا لان اليوم جربنا الصبح، لا تاخذون الصفر ما ياخذه، لازم نبدا من الواحد
زين هسه اجي على بدايه هاي الشبكه شنو لازم اني طبعا ما اقدر بكيفي اطل الراوتر الا اعتمد على ذني. انا ايش قد نطيتهن؟ هاي ايش قد؟ هاي اثنين وهاي هم اثنين طبعا. اي وهاي ايش قد؟ هاي واحد وهذه واحد. زين اذا الشبكه هي هاي الشبكه، اذا اروح على الجهاز كونفجريشن مالته هذا الجهاز فاضعه وياي، هذا العنوان مال الجهاز، الجهاز الشبكه مالته ليش تبدي؟ هاي البدايه ما علينا بها ثابته، بس رقم الشبكه مالته 2 4. زين راح اسوي هذا كوبي، انا قلت لكم نسوي كوبي طبعا كنترول سي كوبي حتى لا هذه وين اروح؟ اكو طريقتين، لو تروحون على الجلوبال، الجلوبال اللي هو طبعا رجعوا منه طلعوا الجلوبال اللي هو بيه الاسم. زين اروح على الجيت واي، الجيت واي اللي هو شلون النتورك ادريس اول عنوان او العنوان الرئيسي للشبكه، هذا العنوان ترى مالتي كان عنوان الجهاز، انا عنوان الجهاز كان هذا كله بدل ما 4 اخليه 1. دائما اخذوه بدايه الشبكه 1 0، انا جربت ويا الصباحي اخذناه 0 مع اعتراض بس بالراوتر اعتراض يريده من الواحد. اذا هذا الجيت واي انتبهوا عليه، هذا الجيت واي اسوي له كوبي هذا اريده. هاي الحاسبه الاولى، راح اجي على الحاسبه الثانيه. وين تروحون تلقون الجيت واي؟ ترى ما موجود هنا، ضاعوا وياي ما موجود هنا. طريقتين، اما اروح للكونفجريشن يم الاسم هنا اكو جيت واي، طبعا نفسه لازم كل الجهاز يعني كل الاجهزه اللي ضمن هاي الشبكه هاي بدايتها، جيت واي يعني بدايتها البوابه لدخول الشبكه، هذا معناها. زين؟ هذا نفسه حفظوه شو يكون؟ يكون العنوان مال هاي الجهه بالراوتر. يعني عنوان هاي الشبكه اول هاي الجهه بدايتها هيجي. زين؟ هسه اسوي له اكو طريقه اخرى طبعا تروحون للديسكتوب، بس هاي المشكله الطريقه موجود بس بالنسخه الجديده. طريقه من الكونفجريشن اروح من هذه واسوي له هذه الجيت واي، وطريقه اخرى من الديسكتوب بعد طبعا دخلت له ديسكتوب بس مو الكل عندها لان هذا بس بالجديد يعني القديم ما بي. هذا هسه باعوا وياي، باعوا هسه انتبهوا للارقام المكتوبه. العنوان هياته رقمه 192 168 24، الجيت واي هياتها جوا مكتوبه 2 1، هاي بدايه الشبكه هذه كلها هاي الشبكه بدايتها 2 1 تبدي ب 2 1، ولازم نفسه اخليه هنا بالراوتر نفسه اعطي اي بي للراوتر. باعوا وياي هسه راح اروح على الراوتر، هاي الجهه اللي هي 00 لازم نفس الجيت واي اللي انا اعطيته. اذا الاي بي ادريس هاي الجهه للراوتر لازم يكون الجيت واي نفسه اللي انا كتبته بالحاسبه. طلعوا هذا نفسه لازم يكون اخذه. راح اجي على هاي الجهه السويتش ما علينا بيه، نجي على الحاسبه. هاي الحاسبه هذه اذا اروح على الفاس ايثرنت هنا ما اقدر ادخل، ماكو جيت واي هنا. تروحون على الجلوبال بس هنا ما يطلع راسا انترفيس جلوبال، روح على الفيزيكال ورجعوا. زين او من الديسكتوب، انا هنا ليش اقول لكم ابقوا على الطريقه مال كونفجريشن منها ويا وين تكتبون اسم الحاسبه وياها اكو جيت واي هنا ليش؟ لان ديش الطريقه بالديسكتوب ما موجوده بالقديم. زين هسه نسوي له كنترول بي، هاي الشبكه 1 ترى رقمها تبدي 1 1. زين الحاسبه الثانيه لازم نفسه 1 1. وين موجوده الجيت واي؟ موجوده ويا النيم، يعني انا دا اذكركم ترى لا هاي طبعا 1 1. هذا وين راح ينكتب؟ هذا الاي بي مال من؟ الاي بي مال راوتر منهجي. اخاف ما تنسوهن، هنا يضغطون على الحاسبه توقفون هنا، اشوف الجيت واي هنا ايش قد؟ 1 1. الجيت واي هنا ايش قد؟ 1 1. نفسه راح اكتبه من هالجهه، باعوا بالصفر واحد، بالصفر واحد ايش قد؟ لا هنا 1 1. اذا اعيدها، هذا البورت شنو؟ هذا 0 1، هو نفسه لازم امتداد لهذه. انا هنا سميتها جيت واي، البوابه بدايه هاي الشبكه هي هذا العنوان، نفسه لازم ياخذ الراوتر عنوان الراوتر من هالجهه، يعني شنو يعني عنوان الشبكه اللي ماخذها من هالجهه هي هذه. زين من هالجهه اجي اتاكد ايش قد الجيت واي؟ 2 1
وهناهم 2-1، لازم منا أتأكد 2-1. روحون على 0-0، ترى هالجهة انتبهوا العفو، هالجهة هي 0-0، هاي حياته، هذا 2-1 صح. هسه شلون أتأكد؟ أجي أجرب أرسال، أنا مسوي ترى عادي، يقدرون تغيرون تزيدون هنا طبعا ما بين، خلي أروح طبعا هنا بالبداية الفيلد بعد، لأن هو يتأخر شوية لأن بين 2 بين شبكات مختلفة. اطلعوا وياي، نجح. هاي أهم شيء بالراوتر الإعدادات مالته، أولاً تاخذون الراوتر اللي هو 1800، بعدنا طبعا اللي بس منفذين، لان وتاخذون الراوتر لان هذا مو بس منفذين، العفو اخذته على مود فاست ايثرنت، يعني لان هو هنا ايثرنت بسيطه، بعدنا شبكه بسيطه وايرد. اخذت النقطه المهمه بي اي بيات، هاي الاي بيات العناوين منين تجيبوها؟ العناوين هي لازم بدايه كل هذا ايش قد بدايتها؟ هاي تبدي نعرفها، هاي 192 ماذا شنو؟ 2 شبكة رقمها 2، هاي شبكة رقمها 1. زين لازم اخذ اول رقم للراوتر اللي هو نفسه جيت واي هنا، مو بس اعرف ترى الراوتر، لازم تعرفون هنا الجيت واي، يعني مو بس انطي الاعدادات للراوتر، لا لازم ادخل على حاسبه حاسبه جهاز جهاز وادخل له الجيت واي. بعرف هذا الجيت واي، هذا نام جيت واي هاي الحاسبه، زين هو نفسه الاي بي هنا كتبته، زين الجيت واي من هاي الحاسبه، الجيت واي هاي الحاسبه ايش قد؟ واحد واحد واحد، العفو هو نفسه هنا الاي بي، هاي واحد واحد. هاي تريدون طبعا انا سوينا بالصباحي، ممكن انه اغير زيدوا الاجهزه، زي غيروا التوبولوجي، طبعا افضل تغيرون التوبولوجي لان هاي الستار شويه محدوده، انتوا شفتوا الستار هي حتى تحددت بالهاب او حتى لو سويتش يعني.